مرحبا ويسعد لي أوقاتكم، وأحلى تحية حب لكل متابعين مطبخي على اليوتيوب أو على الفيسبوك، وأهلا وسهلا فيكم. بما أنه الجو شوب كتير فحبيت أنزل طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع، عصير فريش لذيذ صحي غني بالفيتامينات، وبنفس الوقت ما بده لا عصارة ولا شيء. ومتأكدة بعد ما تحضروا هذا الفيديو رح تعملوها فورا. خليكن معي للنهاية نحضرها سوا. لتحضير العصير رح نحتاج كم حبة من حبات الليمون. طبعا اول شيء انا ليفت الليمون كتير منيح لانه متبالكن شايفين عم بفرمه بقشره. رح اشيل القشر بس من الراس لانه هاي المنطقة بتكون سميكة شوي، وبعدين بنفرمها بهذا الشكل. هلا اكيد وانتوا عم تشوفوا الفيديو رح تقولوا انه القشر رح تعطي مرارة. ابدا ما بتعطي مرارة لانه ما رح افرمه على الخلاط، انا رح اعصره بايدي. حتى ولو ضربناها على الخلاط بقشره فبتعطي مرارة جدا خفيفة بس كتير طيبة بنفس الوقت. مثل ما لكم شايفين انا فرمت 3 حبات من الليمون بس، تركت الرابعة على طرف وحطيت فنجانين من السكر، ورح ضل افركه كتير منيح بايدي لحتى اتخلص من المية اللي جواته. وبالنسبة لكمية السكر انتو بتحطوا السكر على حسب حموضة الليمون عندكم. بعد ما فركته كتير منيح ونزل منه المي بجيب مصفاية ناعمة وبصفيه بالمصفاية، وبرجع باخد القشر وبضيف عليه مي وبرجع بفركه كتير منيح وبصفيه بالمصفاية مرتين وثلاثة لحتى اتأكد انه ما ضل فيه ولا نقطة مي، وبضل بفرك بكل قوتي لحتى يدبل عندي القشر تماما واتخلص من كل المي اللي جواته. وبنفس الوقت باخد كمان نكهة القشر بقلب العصير، وانا بدي احصل على نكهة القشر بقلب العصير. وهذا هو المي اللي طلع منه، طبعا العصير لسه كتير مركز رح ضيف عليه كمان مي. في عندي هون كمان كمشه من اوراق النعناع، النعناع بتعطي نكهة جدا منعشة ولذيذة للعصير. وممكن كمان نحط ورق النعناع مع القشرة ونفركها لحتى ناخد نكهة النعناع، بس أنا بدي أعملها هيك ضربة واحدة على الخلاط لحتى أحصل على نكهة النعناع تكون قوية بقلب العصير. عصير الليمون بنكهة النعناع جدا لذيذة ومنعشة وغنية بالفيتامينات. هلا مثل ما لكم شايفين الابريق وصل للنص، انا بدي اكمل النص الثاني بمكعبات الثلج لانه العصير مركز وبده لسه مي. انا ما راح احط مي، راح اعبيه بالمكعبات الثلج لحتى تطلع بارده كتير وهيك تبرد القلب. وهيك صار عندي اطيب والذ عصير منعش لذيذ فريش بخمس دقائق بس وبثلاث حبات من الليمون. اذا كنتوا مكملين معنا الفيديو لهون وموجود عندكم الليمون بالتلاجة بوجهكم على التلاجة وجهزوها فورا واعطوني رأيكم في التعليقات. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. هاي كانت وصفتي لليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو. واذا كنتوا من متابعين مطبخي بحب قالكم نورتوني وشرفتوني. واذا كنتوا جداد عندي في القناة ولأول مرة ما تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. وشكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والى اللقاء دائما بفيديوهات جديدة، والسلام عليكم.